يا صبحكم وين صبحكم الحين صباح ولا مساء ما عدرينا صراحة. كيف حالكم طيبين؟ والله ابو اميرة تعبان والله يا جاني ليلة بارح ما يعلم الا الله اللهم لك الحمد. نفضتني الحمى نفض طول الليل وانا رجف من الحمى الى الحين انا والله تعبان صراحة. ما صدقت جتني حقة الروم سيرفيس قلت لها بالله اعطيني علاج. يا ولدي مسافر الحالة ما معك احد والله انها مصيبة والله ما قصرت جابت لي علاج ما ادري شو اكلته لعلي صرت اطيب شوي وجهي مبين اني تعبان. شكلها جتني كورونا لكن عاد الحمد لله نسال الله العافيه. الحين توني قلت بطلع اخذت لي دش باخذ لي لفه شوي سريعه وكل حاجه شوربه ولا شيء اساس لعلي هذا التايم سكوير الرابع ما شاء الله. يا سلام شوف شوف العماير والانوار. المشكله اللي انا ماني متخيل ان الجو برد فعليا بارد الجو والمفروض ما يصير فيه برد. الله شوفوا هذا المكان من احلى الاماكن في امريكا. شرى شريحه موبايل اهم شيء انك صراحه 5G 12 جيجا $50 يعني بحالي 150 ريال بس اهم شيء انك تكون فل. انا قد جيتها نيويورك قبل بس جيتها كان الجو صيف وحلو. برد انا ما احبه صراحه والله ما عاد اتحمل البرد عجزت. شوفوا هالدي دي كيف شكلها. الجو البارد هذا يبغى لي ابدا يومي واحد كافي راح تكفي كذا نشرب وقوي ونتدفى شوي بردان ومرضان يعني الاثنين مع بعض. اعلان M&M هذه الشوكولاته المفضله حقتي صراحه انا احبها. يلا الدايخ حرك. كنت اشتهيها تسافر مدينه ثانيه علشان اروح اخذ منها. يا عمري شوف 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 صراحة المدينة هذه من أجمل المدن اللي ممكن تروحها في حياتك. هذا الستور حق M&M. أنواع الشوكولاتات اللي يحب هالحلاوة يجي بس هنا يطب ويتخيل. كل هذا وين امل واميرة بس تطيحون في هذا وين؟ علامة انك تمشي خضرة ما هي خضرة بيضة واذا حمراء يعني ما تمشي. المطعم هذا شكله حلو صاير امشي دقيقتين برا وادخل اي محل عشان ادفى شوي عاد اتحمل البرد والله. تعرفوا الافلام الامريكية نفس المكان دعايات كيف شكل وجه حد مزعلك يا الحبيب ها. ذكرني في برج اسمه برج شيكاغو كيف الله يرحمه. مشكلة مو بس برد في هواء يا ولد يشخب شخب. اخترت انا وقت غير مناسب من يوم الخميس الجاي راح يصير الجو حلو راح يدفى خلاص.
سبحان الله ليتني قعدت هاليومين في كانكون واكمل مرتي في كانكون بعدين اجي على هنا. بس عاد رمضان هو اللي يجبرني احلف بيت الله يجزاك. نصيحه بس لا تجونا في الصيف، المدينه هذه في الصيف ولا احلى. الفندق حقي هنا بالضبط، هنا شوف قدامك على طول، هنا العالم والزحمه والناس ابد، هنا وصل التايم سكوير. يا الله البرد يا عالم، قسما بالله اني ما عاد اقدر اتحمل، اني جالس اصور عشانكم بس لاني تعبان ابغى اروح انام. هذا الهارد روك كافيه، شكل البرجر عنده بحلو، مع اني توي ماكل لكن اشتهيت البرجر عنده. تشوفونه؟ ايش رايكم نجرب واحد برجر قبل النوم؟ قبل النوم فقط. شفنا طاولة هنا، نوع المني بجلس هنا في هذه الزاوية الطيبة.